طبعا قد يكون إخواننا في تورونتو محصنين بهذه الطريقة التي أصبحت ضرورة، إلا أن إلا أن هؤلاء الذين لديهم حقد الإسلاموفوبيا لا يمنعهم أن يقوموا بفعلتهم الشنيعة الإرهابية ولو في محطة من المحطات. فإخواننا قاموا بصلاة التراويح، تقبل الله منا ومنهم من الجميع، ثم خرجوا مجموعة إلى مكان قريب لينسقون أعمالهم، فإذا بهؤلاء الحاقدون الإرهابيون يطلقون عليهم الرصاص من سيارتهم ثم يلوذون بالفرار، فأردوا منهم 5 أفراد على الأرض. فجاءت عن سيارة الإسعاف على جناح السرعة فأخذتهم 5 الذين أطلق عليهم الرصاص وذهبت بهم إلى المستشفى إلى الاستعجالي. فطبعا بالبارح كنت في تواصل مع الإخوة هناك، الحمد لله خرج 3 أفراد منهم من المستشفى الحمد لله، وبقي الآن لعلهم إن شاء الله عن قريب أيضا يخرجوا إن لم يكن قد خرجوا اليوم.